عليكم شباب، هنا مركز المفقودات، اللي ضايع له شيء بساحة التحرير هنا موجود. أي شيء ضايع هنا بساعة التحرير، سويتشك، محفظتك، هنا مركز المفقودات، جناسية، مركز المفقود، مركز المفقودات علي كعبي، خدمتكم والله. وفاهم منك، هاي 24 ساعة هناك، هاي الباجات ويقول لك مندس أبويا، يشوفوا شكو شيء ضايع، تجون العدة شيء ضايع هنا يجي يلقى هنا يا معلي الكعبي. ما يوم 24 بالبركة. يوم 24 10 ولحد هاي اللحظة اللي عنده سويج ضايع، عنده شيء. هاي المحفظات العدة، محفظة ضايعة أو جنطة بفلوس، عارفينهن بفلوس، بفلوس ما مفتوحات، بجهود الأبطال وعلي الكعبي ما قصروا بهم. جوازات، سندات مال بيت، سند مال بيت كله موجود، وخاصة هاي الجنطة اللي بيها جوازات، خلي يجيني هاي الجنطة اللي بيها جوازات، هاي بيها جوازات عالية كاملة. المكان ساحة التحرير قرب النصر، قرب النصر، بس اسأل، اسأل بساحة التحرير، بس مكان الامانات هو راح يدلونه. هسه بعد ما علي الكعبي جو النصب، جو النصب مال التحرير، جو النصب التحرير يجيني مركز، مركز الكعبي للمفقودات، وانا خادمكم. كفو منك، كفو منك زود المجاهدين بوي، والله منك.